بعيداً عن أي مشروع حزبي وبهدف بناء دولة المؤسسات، أكد فريم أن هدف المشروع هو إيصال كل مسؤول نزيه ومحترف في عمله لتقديم الأفضل للبنانيين، استعادة أموال المودعين، وضع خطة تعافي اقتصادية مع المجتمع الدولي، العمل على جعل كل قرار لبناني مبني على مصلحة الأمن القومي، تحقيق اللامركزية الموسعة وإعادة بناء مؤسسات الدولة هي الأهداف التي سيعمل فريم ولائحته لتحقيقها في حال وصلوا إلى ساحة النجمة. نعتبر أنه التحدي كتير كبير بالأيام الجاية، ولكن نحن حنكون تأمل قد حسن ظن الناخب اللبناني.